يا سلام عليك. لا حد يسوي خيمة ثاني مرة. حطي بس روحي. يلا. بدر مسوي عصابة ودولة، والفكرة ما هي بسهولة، بس على مين يكون المقلب؟ ماما المسكينة خولة، ماما المسكينة خولة. وش هو اللي تسوينا يا ريما؟ فوق الكبسة تحطي كريمة، وعزوز يتحدى بنزيمة. جولو جولو بطولة، جولو جولو بطولة. ويا جوانا تحلى وعودي، والسالفة ما هي بمعقولة، والأصغر فيهم مجودي. محدن فيهم يا طولة، محدن فيهم يا طولة. يا ابو ذا الراس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واسعد الله اوقاتكم بكل خير. مستانسة صح؟ اي مستانسة. خولة ورطتنا، وهذا تحذير لكم عشان تنتبهون. وش ورطتينا فيه؟ طلبية من امازون. تعذرك تعال. قبل لا نوريهم خيمة السامري حق رمضان، هذه موجودة. فاقتراحاتكم الله يعطيهم العافية والله كثير كثير، وحتى بالايميلات توصلني ان احنا نسويها جلسة ارضية. احسها فكرة حلوة. انا كنت اقول من اول جلسة ارضية، بدل يقول كنب اقول ما ينفع كنب ما يجي. خوخة فكرت في هذا الموضوع والان تورطنا يا جماعة. تورينا بسم الله. بسم الله. يلا يلا تعال، لا تخبينها لا تخبينها. طيب اعطينا الزبدة. هذه اصلا جاية اللي في راسي واحدة كبيرة، طيب وفي الصورة حاطينها واحدة كبيرة، فيوم اشتريتها طلعت لي قطعة قماش ما هي حتى حشوة مي موجودة فيها. طيب يا جماعة حشوة مو فيه زين، وفي صورة العرض جايبينها على على على, على الكنب كبيرة. تدرون سعرها يا جماعة 200 ريال وشوي؟ الواحدة ب 40 دولار تقريبا. ايوه بس ما توقعتها كذا، توقعتها بتصير قد كذا كبيرة وبتسوي جو وطلعت. فانتبهوا لما تشتروا من الامازون هم يكتبوا لكم المقاسات، احنا يوم رجعنا كاتبين المقاس صغير بس الصورة غلط. الصورة غلط. ايه صح ولا لا؟ صح عزوز؟ ايش فيه؟ مش فيه هذا حكم. فيا جماعة اشترينا ثنتين على انه احنا نحطها زاوية حلوة. شفتوا كيف صرافتي تروح؟ قسما بالله تخلني هم نصابين. فانتبهوا. طيب عندهم ضغط امتحانات جاي. ابو الشب كالعادة سحر طلاسم. ها وشو؟ قلوب وابتسامات. يا سلام يا سلام. بيوتيفول. الحين قاعدين نقول للمتابعين ضغط امتحانات او ها صح صح نوريهم ذي نوريهم ذي. اي هي كفو كفو. وش رياضيات؟ برافو عليكم. عزوز واجب ماينكرافت كيف؟ جوانا شفتك تركت القصة. جوانا انتبهي. الحين احنا بنروح ايكيا. ترى مو اسمه ايكيا، ايكيا للاسف. ما يفرق ترى والله ما يفرق، ايكيا ايكيا هو نفسه، هو نفس المكان مو مشكلة. زي بيبسي ونقول عليه بيبس، انه هو نفسه. اديداس يقولون عليه اديدس. على حسب الدولة ترى، في كل دول كل بس خلاص الله يعطيك العافية خلينا نروح. صح. حبايبي انتبهوا على نفسكم، بنروح انا وماما ايكيا. ايكيا ايكيا كافي كافي. بنشوف اذا عندهم جلسات ارضية وبعدين نجي. اوكي ان شاء الله ما في طبعا. ريما اذا عزوز ما حلوات بقولي عادي يسبح. ايوه عزوز يا ريما واحده تقول لها بقولي الحرش الحين يصير. يلا حبايبي انتبهوا على نفسكم. يلا جاهزه؟ جاهزه. يلا خذي بيالات بس. لا لا الله شفتي جلسة رمضانية، شفتي حتى حاطين بالفوانيس. والله ايكيا مو سهل. يا سلام. اوبا يا الله يا خولة يا خلاص خلاص رجعنا البيت، رجعنا البيت فشلتينا خلاص يا خولة خولة خولة. ما عاد تبي خيمة الحين تقول تفرشها، تبي تفرش الصالة الحين يا حبيبي. مشروعين هابيس. وش مشروعين عندنا الحين؟ خولة دائما تسحبيني وبعدين تدبسيني. طيب. في كل شيء انا داري. كل شيء بدر يحسب انه اذا واحد غير صالة يروح كانه ياكل البطاطس، رايح يشتري بطاطس ويمشي. هذا مشروع تروح اكثر من مرة. اوكي خلاص خلاص ما بنشرة جوية. عرفت عرفت اني تدبست وخلاص.
صح، ابغى كراسي وطعم. بدر شوفوا الفرق بينها وبينها 9 دولار بس، احنا شرينا كيس. شفتي مره حلوه. يلا غدا جاهز. انا بلي ساندويتش. لا تاكل خبله، لا تاكل بلاستيك بس من جد روعه. شوف رجعت للفناجيل. 36 فنجان حق بعارين ذا. هذا مو فنجان، هذا قهوه. فنجان بعارين والله لو اعطيه الفجر ما يخلص الا الفجر الثاني. ايش تبين فيه ذا؟ شوف 4 حبات. يا رب دخيلك. والله يا جماعه من بعيد عرفت اميز اللي خوله ما اختارتها. ايه ايش اخبارك؟ انت ملاحظه ان في حمار هنا؟ هذا حمار ولا غزال؟ غزال متنكر. غزال. حمار. شلون؟ لا طاق فلر بعد، مش يسمونه. شوف الكحل شلون؟ نقعد مع حمير احنا. الله يقدر. شوف اتسند الحمار. ترى الحمار قلبه خوله. الله رجع. طيب هذه حلوه. والله من بعيد شايف قرونه. قرونه حمار ما عنده قرن صح؟ كئيب. ايوه هذا اللي انا اقوله. شوف هذا. هذا هو مو انت امازون ومدري يضحكوا عليك. شوف هذا الكلام. حتى عندهم يا جماعه شوف جلود البقر. سبحان الله أصلية تقريبا بألف ريال. والله لو إني ما أخذ فروة من عرعر ذلك الأصليات. حق البرد. سبحان الله العظيم. يلا هذا اللي جينا له. شوفوا يا جماعة شوفوا العربية امتلت. أخذنا أشياء ما لها دخل في اللي إحنا نبغاه. نظام إيكيا يخليك تلف 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 بالأخير. تأخذ شيء ما تبي. تطلع أنت ما أخذت اللي تبي. يلا خلينا نشوف. شوف وين وصلنا، شوف وين وصلنا. ها مستودعات وين ورش. الحين احنا جينا عشان طاولات للحين ما لقيناها. صح جينا عشان طاوله طلعنا بعربيتين. يلا هلو. ايش في ذا سحب علي؟ هلا بابا. Hi. يلا نتساعد شوي. انت الحين تقراي بسم الله عليك؟ yes. بابا بحث الجامعه خلص. لازم اسوي 3 صفحات فصلت انا واحد. يا سلام. يلا عندنا خيمه نبغى نسويها. قومي خيمه. خلصنا اغراض الخيمه. oh. يلا. يا سلام. وش رايك بالالوان الجميله هذه؟ It's very summery. Summery. Yes. حلو يلا. Actually, جرع النخلة. يلا روح عزوز رقح لقح النخل. أنا حطها. حطها بخشمك. حطها في مكان. ياس. الله حلوة. يعني أنت اشتريتيها بدون ما تشوفيها ولا إيش؟ هنا شفتها غير. يا الله أنا في وجهك. يا رب أنا في وجهك. واو. بتصير في الخيمة أحلى. الحين الاشهب وينه؟ قاعد ادور عليه ما لقيته. دايما اطلع فيه العائله ذي فيها شيء. اذا هزيت التريت الكيس يجي يركض. غريبه اشوف عيالك جو بس. طلع ما مد. هلا بالاشهب. تيجي. شو مستغرب من الفرشه يقول وش ذا؟ عشان خيمتك يا تعبان تعطينا قصيده في رمضان. افا فقع. ما ينفع ذا الولد. يسوي له سمبوسه في رمضان. بياكلنا احنا. كفو يا تيتي يلقح نخل. تيتي يلقح نخل. شفتي كيف؟ ابو الشباب وين رايح انت؟ ديت روحك. يبغى الخيمه. شوف والله العظيم يا جماعه منتظر شب قاعد امدحك انا الحين. قهويتوها اليوم؟ ما قهويتوه؟ غلطاني. تعال يا ابو الشباب. لا الحين بيشوف ذي بيقول ذا خوينا ذبحتوه. نفس كشته. تعال شوف جاك اللي عندك. هذا بياكلها. والله ما في نكته في البيت الا واكلها. تعال تعال شم ما غير يشمشم. مستغرب. عزوز صب مويه على النفته ونشوف رده فعل الاشهب. شوفوا شوفوا يحب هالسوالف. اذا
اذا سقينا النبتات على طول ينقص. تدري ان ما ماتت نباتاتي كلها الا بسبب جوانا ومجودي ياخذوا مويه يروح يصبوها عشان القطه تلاحقهم. يمكن كان يلقح نخل من اول قبل الله يغسل الفناجيل. يا سلام، استعداد رمضان من الحين. يلا يا ابو الشباب ايش قاعد تسوين؟ انا شايفتي قاعد تلعب القطوه. قالت ابغى امسك القطوه. مو كذا بابا، يعني انت لهالدرجه انت فوق السطح مثلا؟ ترى كنبه هي، وهذا وش طلع من تحت الكنبه؟ عادي عادي، العائله هذه كذا اصلا. يلا يلا ما شاء الله ما شاء الله، يلا تو الخيمه جاهزه والله. ترى قريبا اكيد قريبا ان شاء الله. عموما الخيمه بتاخذ وقت طويل نضبطها. زين، عموما ان شاء الله الفلوق الجاي تكون ضابطه ان شاء الله. في نهايه هذا الفيديو لا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب، اهم شيء السبسكرايب. باي. يا ابوي انت منك. خلاص طيب، شكرا شكرا، خلاص خلاص اعطوه الدرع. الله الله الله، يلا كذا نسوي جلسة سمر في العصرية. مش تبغاني طيب اقول؟ غني لنا. ايش اغني؟ بيبي شارك. بيبي شارك غنيناها يا بابا. تعال مرة متحمس. طيب يلا. بيبي شارك وكذا الحماس راح. صوتي مرة مية مية. الله الله الله. بدر خان. ماما شريرة خوخة. لا ماما شريرة. أنا مسكين. لا أنت مسكين. السلام عليكم. 1 2 3 خذ نفس. ألو.